بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نديرو التصحيح ديال واحد التمرين كيتعلق بالانضمام، غادي نحاول نشوفو فيه الطريقة ديال التآلفية الخطية. إذا باستعمال طريقة التآلفية الخطية حل النظمة التالية، إذا كان النظمة الأولى كان عندنا النظمة الثانية والنظمة الثالثة. إذا غادي نشوفو النظمة الأولى، إذا لدينا النظمة الأولى إكس زائد اثنان إيكغيك كتساوي واحد، ثم عندنا ناقص اثنان إكس ناقص أربعة إيكغيك كتساوي ناقص اثنان. إذا في هذه الحالة باش نتخلصو من إكس، في هذه الحالة غادي نضربو مثلا هنا في اثنان، وهنا غادي نضربو في واحد. إذا عندنا النظمة هي هذه، إذا غادي نضربو مثلا في اثنان، وهنا غادي نضربو في واحد، لأن اثنان إكس زائد ناقص اثنان إكس مجموعتين متقابلين. إذا المعادلة مثلا واحد، المعادلة جوج. نضرب طرفي المعادلة واحد في اثنان وطرفي المعادلة، إذا الطرف الأول هو هذا، الطرف الثاني الطرف الأول الطرف الثاني، داكشي نقوله طرفي المعادلة جوج في واحد، فنحصل على إذا شنو غيعطينا جوج ضارب إكس اللي هي جوج إكس زائد جوج ضارب جوج إيكغيك اللي هي أربعة إيكغيك تساوي جوج ضارب واحد اللي هي اثنان، واحد ضارب جوج إكس اللي هي ناقص جوج إكس، هنا ناقص أربعة إيكغيك كتساوي ناقص اثنان. إذا هنا ثم نجمع طرفي المعادلتين هنا طرفا بطرف، فنحصل على إذا جوج إكس زائد ناقص اثنان إكس، ثم عندنا زائد أربعة إيكغيك ناقص يعني زائد ناقص أربعة إيكغيك تساوي اثنان زائد ناقص اثنان. جوج إكس ناقص جوج إكس مجموع عددين متقابلين كيساوي صفر، زائد أربعة إكريك زائد ناقص أربعة إكريك مجموع عددين متقابلين كيساوي صفر، تساوي جوج زائد ناقص جوج اللي هي صفر، مجموع عددين متقابلين كيساوي صفر زائد صفر اللي هي صفر كتساوي صفر. إذا بما أن لقينا صفر كيساوي صفر، إذا الحلول ديال هاد النظمة عندنا بزاف ديال الحلول، إذا وبالتالي ما لا نهاية من الأزواج حلول لهذه النظمة، حلول لهذه النظمة. إذا هذه النظمة في الحالة فهي تقبل ما لا نهاية من الحلول من الأزواج كحلول لها. النظمة الثانية، إذا لدينا النظمة اللي عندنا هي هذه جوج إكس زائد إيكغيك تساوي ثلاثة، ثم عندنا ثلاثة إكس ناقص جوج إيكغيك كتساوي اثنان، ده المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، إذا مثلا عندنا ثلاثة وهنا عندنا جوج، إذا يكفي نضربو طرفي المعادلة الأولى مثلا في ناقص ثلاثة وطرفي المعادلة الثانية في اثنان. إذا نضربو مثلا طرفي المعادلة الأولى في ناقص ثلاثة المعادلة الثانية في اثنان، أو لا نضربو طرفي المعادلة الأولى في ثلاثة والمعادلة الثانية في ناقص اثنان، هال بحال. المهم خصنا نحصلو على واحد العددين إلا جمعناهم يكونوا متقابلين. نضربو طرفي المعادلة مثلا واحد في ناقص ثلاثة وطرفي المعادلة جوج في ناقص أو لا في اثنان، فنحصل على لأن شنو غتصبح عندنا النظمة في هذه الحالة، ناقص ثلاثة في جوج إكس اللي هي ناقص ستة إكس، ناقص ثلاثة في إكغيك اللي هي ناقص ثلاثة إيكغيك، ناقص ثلاثة في ثلاثة اللي هي ناقص تسعة، جوج ثلاثة إكس اللي هي ستة إكس، جوج ضارب ناقص ناقص أربعة ناقص جوج إيكغيك اللي هي ناقص أربعة إيكغيك، جوج ضارب جوج اللي هي أربعة. ثم نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، فنجد إذا ناقص ستة إكس
زائد 6 إكس زائد أو لا ناقص 3 إيكغيك زائد ناقص 4 إيكغيك تساوي ناقص 9 زائد 4. ومن بعد نسبو ناقص 6 إكس زائد 6 إكس إذا عطينا صفر، مجموعة الدين متقابلين، ناقص 3 إيكغيك زائد ناقص 4 إيكغيك مجموعة الدين اللي هما نفس الإشارة عطينا ناقص 7 إيكغيك تساوي ناقص 9 زائد 4 اللي هي ناقص 5. مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان، تناقص 7 إيكغيك كتساوي ناقص 5، إذا إيكغيك كتساوي ناقص 5 على ناقص 7، إذا إيكغيك كتساوي 5 على 7، إذا البسط والمقام لهما إشارتان مختلفتان. ثم نفس الطريقة لدينا، نحاول نتخلصوا من هذه الحالة، من كان في الأول تخلصنا من خلصنا من اكس، دابا نخلصو من ايكغيك. لدينا عندنا 2 اكس زائد ايكغيك تساوي 3، ثم عندنا 3 اكس ناقص 2 ايكغيك كتساوي 2. اذا يكفي نضربو طرفي المعادله الاولى في 2، 2 ايكغيك ناقص 2 ايكغيك في 1، هنا نضربو في 1. اذا هنا نضرب طرفي المعادلة، تان واحد معادلة جوج في 2، وطرفي المعادلة واحد في 1، فنحصل على جوج جوج اكس اللي هي 4 اكس، جوج في اكريك اللي هي جوج اكريك تساوي جوج ثلاثة اللي هي 6. نعم ما غير واحد ثلاثة إكس، واحد في جوج ناقص جوج إكغيك هي ناقص جوج إكغيك، وواحد في جوج اللي هي 2. ثم أنا نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، فنحصل على 4 إكس زائد 3 إكس زائد جوج إيكغيك زائد ناقص جوج إيكغيك تساوي إذا 6 زائد 2. 4 إكس زائد 3 إكس اللي هي 7 إكس زائد جوج إيكغيك ناقص جوج إيكغيك اللي هي مهم مجموعة الدين متقابلين كتساوي 0، 6 زائد جوج اللي هي 8، إذا 7 إكس زائد 0 اللي هي 7 إكس تساوي 8، إذا إكس كيساوي 8 مقسومة على 7. ومنه هل النظمة هو الزوج 8 على 7 ثم إيكغيك اللي كتساوي 5 على 7. ثم نشوفو الحل ديال المعادلة ديال النظم عفوا الثالثة، إذا لدينا إكس زائد 2 إيكغيك ناقص 1 كتساوي 0، عندنا ناقص إكس زائد 4 إيكغيك ناقص 3 كتساوي 0. إذا كنلاحظ بأن إكس هنا وعندنا ناقص إكس، إذا في الحالة يكفي نجمعو طرفين متفاوتة باش نتخلصو من إكس، لأن إكس ناقص إكس إلا جمعناهم كيتنفعو عددين متقابلين. هنايا مباشرة نجمع طرفي المعادلتين 1 و2، هذا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، فنحصل على إذا شنو عطينا إكس زائد ناقص إكس زائد جوج إيكغيك زائد 4 إيكغيك ناقص 1 زائد ناقص 3 تساوي 0 زائد 0. إكس ناقص إكس إكس زائد ناقص إكس مجموعة عددين متقابلين كتساوي صفر، زائد جوج إيكغيك زائد 4 إيكغيك اللي هي 6 إيكغيك ناقص 1 زائد ناقص 3 اللي هي ناقص 4 وصفر زائد صفر اللي هي صفر، إذا 6 إيكغيك وربعة نحولها ناقص 4 نحولها للطرف الآخر نغيرو ليها الإشارة، إذا زائد 4، إذا 6 إيكغيك كتساوي صفر زائد 4 اللي هي 4، إذا إيكغيك كتساوي 4 مقسومة على 6، لا يمكننا نختزلو بجوج، إذا غادي هي جوج على 3. ثم غادي ناخدو نفس النظمة باش نتخلصو من هاد المرة، نتخلصو من إيكغيك، إذا لدينا إكس زائد جوج إيكغيك ناقص 1 كتساوي 0، هنا ناقص إكس زائد 4 إيكغيك ناقص 3 كتساوي 0. باش نتخلصو من إيكغيك هنا عندنا جوج إيكغيك وهنا عندنا 4 إيكغيك، إذا يكفي نضربو هنا في ناقص جوج، وهنا غادي نضربو في 1، إذا مغاديش تغير. إذا عطيتنا المعادلة الأولى المعادلة الثانية، نضرب
طرفي المعادلة واحد في العدد ناقص اثنان، وطرفي المعادلة واحد في واحد، فنحصل على شنو غتصبح عندي؟ ناقص جوج في اكس اللي هي ناقص اثنان اكس، ناقص جوج في ناقص اربعة اي اللي هي زايد ناقص اربعة اي، ثم ناقص جوج في ناقص واحد اللي هي ناقص جوج في ناقص واحد اللي هي زايد اثنان، تساوي جوج في ناقص جوج في صفر اللي هي صفر. ثم انا ما غاديش تغير، اذا ناقص واحد في ناقص اكس اللي هي ناقص اكس، واحد في زايد اربعة اي اللي هي اربعة اي، واحد في ناقص ثلاثة اللي هي ناقص ثلاثة، كتساوي واحد في صفر اللي هي صفر. ثم نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف، فنحصل على ده ناقص جوج اكس زائد ناقص اكس زائد ناقص اربعة اكريك زائد اربعة اكريك زائد اثنان زائد ناقص ثلاثة تساوي صفر زائد صفر. ده ناقص جوج اكس زائد ناقص اكس اللي هي مجموعة عددين لما نفس الشرط اللي هي ناقص ثلاثة اكس زائد ناقص اربعة اكس زائد ناقص اربعة اكريك زائد اربعة اكريك اللي هو عددين متقابلين كيساوي صفر، زائد اثنان زائد ناقص ثلاثة اللي هي ناقص واحد، ده مجموعة عددين لهما إشارتان مختلفتان عند ناقص واحد، صفر زائد صفر اللي هي صفر. ده ناقص ثلاثة إكس، صفر زائد ناقص واحد اللي هي ناقص واحد، ده ناقص واحد نحوله للطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة تولي واحد، إذا صفر ده تولي صفر زائد واحد. ده ناقص ثلاثة إكس تساوي واحد، إذا إكس يساوي واحد على ناقص ثلاثة، إذا إكس يساوي ناقص هذا الإشارة ديال ناقص نحولها لفوق، واحد على ناقص واحد على ثلاثة. ومنه هل النظم هو الزوج اللي هو ناقص واحد على ثلاثة واي كريك اللي كتساوي جوج على ثلاثة. وبعدها نكون سألنا التصحيح ديال هذا التمرين، واللي عنده شي سؤال يخليه في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.